ردود فعل متباينة شهدتها تونس بعد انتشار فيديو لتأبين تلميذة في ساحة مدرستها الابتدائية بسيدي بوزيد وسط تونس في حضور زملائها وزميلاتها. الطفلة هي هديل مرزوقي ذات 9 أعوام، كانت تدرس في المدرسة الابتدائية شارع الجمهورية بولاية سيدي بوزيد. هي ابنة الوكيل أول محمد مرزوقي الذي قتل في عملية بن عون ضد متشددين إسلاميين في أكتوبر تشرين الأول عام 2013. وفقا لبيان المدرسة، تعرضت هديل لوعكة صحية بعد تناولها وجبة خفيفة قبل منتصف النهار وفقدت الوعي. تم نقلها إلى المستشفى الجهوي وتقديم الإسعافات الأولية لكنها فارقت الحياة. أمرت النيابة العمومية بفتح تحقيق وكذلك عرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، التي أعلنت وسائل إعلام محلية بعد ذلك أنه كان بسبب سكتة قلبية رحمها الله. في اليوم التالي مشاهدينا، أقامت المدرسة مراسم تأبين للطفلة في ساحة المدرسة، لكنهم أحضروا جثة هديل لأداء صلاة الجنازة عليها بحضور زميلاتها وزملائها الأطفال. الله أكبر، 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 الله أكبر. أهل الفقيدة، نودع اليوم ابنتنا البارة هديل مرزوقي ونطلب لها كل الرحمة، ونطلب من المولى عز وجل أن يتقبلها برحمته الواسعة. تأبين هديل أمام أعين الأطفال أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل. دعوني أطلعكم على بعض من تلك التعليقات. هنا مثلا إيمان طرابلسي تقول: الله يرحمها وينعمها ويجعلها من أهل الجنة. أما بربي علاش الصغار هكا؟ علاش تحطوهم قدام مشهد لا ينجم عقلهم ولا مشاعرهم تتقبله؟ علاش حضور الأطفال؟ هذه غلطة كبيرة والمفروض ما تصيرش، خاطر تبعاتها كبيرة على نفسيتهم. أما لطفي يدون كاتبا: ظواهر عمرها ما تخطر على البال، كيف يتجرؤون على هكذا فعل شنيع؟ ما ذنب الأطفال حتى يشاهدوا فيلم رعب بهذا الكم؟ وما القصد من هذا العمل؟ ما البلاد وما الثقافة؟ أما دلال تكتب: ما للصغار ما يموت لهم حد في الدار ولا ما شافوش دفينة، تي عرفوا أكثر مني ومنكم. المدرسة حبت تقف مع عائلتها وتواسيهم، ما فيها حتى مشكلة. أما أمين صابر يكتب: كبرت الموضوع برشا، وبالعكس فكرة التأبين في المدرسة مش خيبة على الأطفال اللي شافوا صحبتهم تموت قدامهم. ماذا يكتب ياسين في تدوينته؟ يقول: بهذا الحدث فقط باش تعرفوا وفماش ما تفهموا شنو صاير في المدارس ومؤسسة التعليم عموميا، والجيل آش صاير فيه. وزارتا التربية والمرأة أدانتا بشدة واستنكرتا في بيان مشترك تأبين التلميذة هديل مرزوقي داخل مدرستها. تقول الوزارتان: هذا فعل لا مسؤول باعتبار ما له من انعكاسات سلبية بالغة على سلامة الصحة النفسية للأطفال. تقرر دعوة الهياكل الجهوية للوزارتين بسيدي بوزيد إلى التسخير الفوري لفريق من الاختصاصيين للتعهد بالأطفال نفسيا، وكذلك القيام بفتح تحقيق إداري مشترك بين الوزارتين لتحديد المسؤوليات عن تنظيم موكب التأمين بحضور الأطفال. الطبيب النفسي وليد هندي تحدث لنا عن أضرار مثل هذه الحوادث على نفسية الأطفال. الحزن والأسى والكآبة ومشاعر الديسابيليتي أو العجز والشعور باليأس والأسوأ الديت أنكزايتي أو القلق من الموت، مجموعة من المشاعر النفسية العديدة هتنتاب الطلاب اللي شافوا المشهد المأساوي دوت، مع متلازمة القلق والبكاء المستمر والخرس الاختياري واضطرابات النوم، مجموعة مشاعر سلبية نفسية هتنتابهم. ولذلك لازم أولياء الأمور في البيت يبتدوا يطمئنوا أولادهم، يتكلموا معاهم، يسيبوا لهم فرصة للنشاط الحر. الولد ما ينامش لوحده، ما ينامش في الضلمة، يتكلموا معاه كتير. ولما يرجع المدرسة لازم يرجع بخبرة إيجابية، ما يرجعش على نفس المكان اللي فيه هذا المشهد القاسي،
مع ان هم يمارسوا نشاط حر وطليق ويطلعوا رحلات ويبقى فيه فرصة لمناقشتهم ودعمهم من الناحية النفسية. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.